السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني. اليوم درسنا على عطل E0. E0 في كتير أعطال، طبعا هو بالكودات بشكل عام يقول لك إنه الوعاء غير مناسب أو حجم الوعاء صغير مثلا أو لا يوجد وعاء. طبعا في أعطال تاني كمان، طبعا إذا ما مشي حال الوعاء وجبنا وعاء وكل شيء معناته عطل داخلي. أعطال الداخلية بشكل عام E0 المسؤول عنه طبعا تبع الملف، ملف التسخين او قرص المشبك، هذا واحد كمان مسؤول عليه. شوفوا مشان تحفظوا هاي الشغلات دققوا، يعني بدون ما يعني بشكل عام واحد يكون عن علم يعني الاي صفر وين موقعه وايش مثلا هذا العطل، ايش نفحص احسن ما تفحص الدارة كلها. يعني تحفظوا هالشغلات هيك مشان يكون سهل لكم، يعني سهولة للصيانة، يعني مشان ما تضيعوا وقت. كمان الوقت كتير ثمين، يعني ثمين، يعني مثل ما قلت لكم هذا الملف التسخين قرص المشبك او المكثف اللي مربوط عليه على التفرع او على التوازي، مكثف 0.33 او 0.27 في بعض طباخات هيك وفي طباخات هيك. يعني في كمان المكثف الترشيح 5 مكرو كمان مسؤول على الاي صفر، دققوا بهيك شغلاتها. في مقاومة 10 كيلو التأريض، مقاومة التأريض تبع النبضات هاي 10 كيلو، هاي الموصولة بين السورس والجيت او البوابة والمصدر كمان لها علاقة بالاي صفر. في المقاومات، في المقاومات هدول الكبار الواحد واط وعلى التسلسل كلها مربوطين مع بعض طبعا من ملف، طبعا هدول كلها مربوطين، ملف التشغيل والمكثف، المكثف 0.33 والمكثف 5 مكرو والملف الترشيح، هدول كلها مربوطين مع بعض كلها ومربوطين مع هالمقاومات. هالمقاومات كلها على التسلسل بعدين بيجي على المعالج. هدول المقاومات وحده من انضربت، او يعني بشكل عام لما اشرح لكم تاكدوا من مسارها والحاماتهم، مو ضروري انه المقاومه مضروبه، يعني الحامات هدول كمان لهم مسؤول، يعني اي فصل بين هدول بيعطيك اي صفر. وكمان هدول المقاومات، وفي مقاومات الثانيه كمان هدول اللي موصولين مع ملف التشغيل ومع المصب او الدرينج تبع الموسفت، موصولين طبعا التفرع، وهالمقاومات كلها كمان بيروح على المعالج. هدول كمان مسؤولين على الاي صفر، بيطلعوا اي صفر يعني مشان تعرفوا. يعني مقاومة قياس التيار هاي كمان مسؤولة على الاي صفر، دققوا بهدول، هدول كلها اي صفر. هذا في حال يعني شلون العطل داخلي. الاي صفر تجي هون على الكهرباء، على الفيوز وعلى هذا المكثف 0.1 مايكرو فارات، هدول كمان بيعملوا اي صفر. طلعوا شوفوا هدول كلها اي صفر. نجي هدول شرحت لكم اياه بشكل عام، هلا بدنا نشرح لكم عملي انه بالنسبه للوعاء مشان ما تخربطوا، يعني ومشان تحسموا الامر بشكل عام. يعني اخواني هلا هاي السخانه عندي حطيتها هون وشغلنا، اشتغل نظامي طبعا. هلا اذا شلناها من المنتصف فرضا جبناها هيك، ايش طلع معنا؟ اي صفر. دققوا بهالشغله، شوفوا يعني هاي واحد، هذا ايش معناته هذا؟ شوف هو اصلا ملف مغناطيسي، يعني طبعا مرتبط مع بعض بين الملف الوشيع او قرص مشبك وبين هاد، بصير مغنطة بصير حرارة، انت زحته يعني صار قسم بس بسيط والحساس كمان بعيد عليه بيطلع اي صفر. هدول تنتبهوا عليه، يعني افضل طريقة او مثلا مرات احيانا تغير القرص او بتركب مثلا السخانة هيكلة رايح او ركبت بلورة جديدة، احتمال يكون الارتفاع هذا الملف نازل بيعمل اي صفر. يعني اول تجربه بتعمله تخلص من الاي صفر قبل ما تركب الهاي، بتحط البريق هون قريب على الهاي او بتحطه فوق الحساس وبتجرب هيك. هلا هيك بيشتغل معك.
طبعا شوف بعدته الحساس ما بقى يشتغل، ما بعرف الا هيك يبين، بدنا نشوف شلون بدنا نخليه يبين. هاي حطيناه على الحساس مباشرة وتنشغل، شوفوا عم يشتغل ما هيك؟ إذا بعدته شوي أنا على الحساس تطلع معي اي صفر، إذا حطيناه جنبه بس قريب على الحساس يعني طلع في حساس هلا هيك عم يشتغل. بتجربوا هالتجربة قبل كل شيء، قبل ما تركبه والله عم يطلع معي اي صفر، ركبت كل شيء وشغلت كل شيء عم يطلع اي صفر، يعني هذا الاي صفر مشان تنتبهوا عليه كثير يعني. هلا هاد حطيناه هون فرضا، شغلنا اعطينا شوفوا اي صفر، بس هلا هذا اي صفر اذا حطيناه هون هيك لاحظوا، يعني هذا تنتبهوا عليه كثير يعني. هلا في امور تشوف لك المصلح يعني اغلبكم يعني عم يترزقوا وتشوف لك يقول والله انا تعقدت بالسخانه وهذا اللي انا حطيت كذا موسفت وحطيت كذا، يعني تنتبهوا على الملاحظات باذن الله. يعني انا قدر الامكان اسهل لكم الامور بشكل عام يعني. طبعا هلا حاليا هلا عم اشرح شغلات اعطال بسيطه وشغلات انه شيل دارج كذا، يعني حتى المعالج مو قليل المعالج، يعني المعالج بدي اشرح لكم اياه شرح بالتفصيل المعالج ايش عم يساوي. المعالج عم يساوي شغلات كثير يعني، يعني تشوف لك بورد جديد كامل مثل ما جبت لكم اياه مره وشرحت لكم اياه انه فرق بين اللمس والكبس. هلا هذا البورد، بورد جديد كامل، شيل المعالج حط معالج ثاني بيطلع معك يا اي واحد يا اي صفر يا اي تسعة كذا، يكون هدول كلها جاهزين ما لهم علاقة هدول كلها فين. المعالج كمان مسؤول على اي صفر واي واحد، يعني شلون عم يطلع معك الاي صفر، شلون عم يجي معلومات على الشاشة، هدول بدي اشرح لكم اياه ان شاء الله باحد الدروس باذن الله بدي انشر لكم اياه. هلا حاليا هلا هاد ان شاء الله هيك استفدتوا من هالفيديو، ولا تنسوا الاعجاب بالقناة والمو مشترك خليه يشترك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.